الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. في إطار محاربة الجريمة بجميع أشكالها، تمكن أفراد فاصلة الأبحاث للدرك الوطني بمستغانم بالتنسيق مع أفراد الجمارك من توقيف شخص من أجل جناية تهريب الأسلحة والذخيرة من صف خامس باستعمال وسيلة نقل، الاستيراد الغير شرعي لسلاح ناري من صف خامس، ذخيرة معدات وتجهيزات خاصة بذخيرة أسلحة صف خامس بدون رخصة، حمل ونقل ذخيرة حية خاصة بسلاح الصف الأول بدون رخصة مع حزب بندقية صيد نوع سانتيتيان، آلة يدوية لتعبئة وتجهيز الخراطيش، مقذوف خاص بالبنادق الهوائية، 7 عبوات بارود سعة 500 غرام، 3256 كبسولة خاصة بخراطيش عيار 12 ملم، مرود تنظيف السلاح، حمال خراطيش، سروال، بدلة صيد، هاتف نقال. سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات المختصة فور انتهاء من التحقيق. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد. بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل، صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي. ما كاين نزيف، ما كاين ألم. إيمو براو جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.